طبعا اللائحة دلوقتي ان احنا شغالين عليه بشكل مستمر بشكل قوي يوميا. كان في طبعا اللجنة اللي وضعت اللائحة برئاسة كان المستشار محمود فهمي ومعهم طبعا اعضاء يعني جزء من اعضاء مجلس الإدارة كانوا موجودين وكابتن محمود الخطيب. اتوضعت اللائحة وبعد كده طبعا بعد وضع اللائحة يمكن في سابقه انا بشوف ان هي الحمد لله ايجابيه وجديده وبرضه فريده من نوعها ان انت بتطرح اللائحه للنقاش، يعني مش بتقول خلاص هي دي اللائحه والناس تصوت بقى، لا انت مدي الفرصه باسبوعين او ثلاثه ان الناس تحط رؤيتها تحط مقترحاتها. فبالتالي اللجنه المركزيه للائحه حتى بوجود اعضائها من مجلس الاداره وحتى يعني لو في ناس مش فيها كاعضاء في مجلس الاداره بنحضر برضه عشان نبقى كلنا مجتمعين لمناقشه مقترحات الناس، يعني احنا كل يومين تقريبا بنقعد عشان نشوف مقترحات الناس على اللائحه ايه ونبدا ندرسها، بنشوف الغالبيه طبعا العظمى اللي بيتفقوا على بنود معينه بنعدلها. في الاول طبعا خالص اول ما اللائحه نزلت عشان زي ما بقول لك الناس مش متعوده ان اللائحه تبقى مثلا مطروحه للنقاش او حاجه، فهي اول ما نزلت يمكن الناس كان عندها كتير من البنود، مش كتير احنا 129 بند كان في حوالي 12 13 بند عليهم شويه مواد يعني عليهم شويه لغط، فالناس كانت متخيله ان هي دي النهائيه، لكن احنا بالعكس احنا كنا طرحينها للنقاش عن طريق الايميل، الناس تبعت لنا عن طريق في بوستز عاملينها تحت في النادي في الفروع كلها الناس تحط مقترحاتها فيها او تبعت لاداره السكرتاريه في النادي. فده الحمد لله شفت لا بدات اشوف ان الدنيا بالنسبه للناس لما بتحس انها بتشارك طبعا، وده احنا حاجه هتفيدنا وهتفيد النادي قدام ان احنا نسمع لكل الاراء طبعا. لا شايف ان هي عامله حاله ايجابيه جدا الحمد لله، وبنتمنى طبعا ان احنا يعني دي اللائحه مش معموله لمجلس اداره النادي الاهلي او للمجموعه اللي شكلت اللائحه دي، معموله للنادي الاهلي اللي مستقبلا لسنين قدام، فلازم كل اعضاء النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا مشاركين في صنع ده.